نرحب بحضراتكم مرة تانية، وتعالوا كده نتابع جولة قام بيها الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اسكندرية للترحيب بالطلاب الجدد. خلينا نروح نتابع. كلية عمر تركيز مسؤول عنها في مجموعة من الطلبة كبيرة مشتركة بالنشاط. مع بدء العام الدراسي الجديد تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الاسكندرية كلية الزراعة والعلوم والهندسة، وقام بتحية العلم طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالي. جامعة اسكندرية بدأت فكرة جديدة من الآخر 2015 ما يسمى بمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال. مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال هو بيجمع كافة الأنشطة اللي موجودة في الجامعة فيما يخص الطلبة من ناحية اكتسابوا مهارات السوفت سكيل زي ما احنا بنقول، في نفس الوقت في مهارات تخصصية في جامعات مختلفة زي مثلا كلية التجارة، في اتفاقية مع المعهد المصرفي، في مع اي بي ام، في مع مايكروسوفت، في مع العديد من الشركات الكبرى اللي بتمنح فرص تدريبية للطلبة مجانية. كما استعدت المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد في الأول من أكتوبر القادم، كما قامت بتسكين أكثر من 3650 طالب وطالبة من الطلاب المقيدين بالجامعة من السنوات السابقة. الجامعة منذ بداية عام 2017 في مبادرات في شتى المجالات، أهمها تطوير العملية التعليمية للاستعداد للاحتفال النهائي باليوبيل الماسي عمره 75 عاما على الطلاب. احنا النهاردة في موجودين في مجمع كلية العلوم وكلية الزراعة، بنمر وبنشوف انتظام الدراسة من اليوم الأول بالنسبة للطلاب الجدد. الحقيقة جامعة اسكندرية استعدت استعداد خاص هذا العام زي ما قلت بمناسبة اليوبيل الماسي، فالاستعداد الحقيقة استعداد أكتر من كل عام. زي ما قلت المناهج تم تطويرها على مدار الفترة السابقة، إن في كليات كتير النهاردة عندها لوائح جديدة بتطبقها. الجامعة بتنتهج نظام الساعات المعتمدة في معظم الكليات. طبعا الكلية على أهبة الاستعداد لاستقبال الطلاب، عندنا نظامين للدراسة بالنسبة للطلاب الصيدلة فبيدرسوا بنظام اللي هو نظام الفصلين، بينما طلاب كلية العلوم بيدرسوا بنظام الساعات المعتمدة. نظام الساعات المعتمدة بيعتمد ان الطالب في الاسبوع الاولاني بيتم تسجيل مقرراته، وبالتالي احنا دلوقتي شغالين في الاسبوع التسجيل، الطالب بيجي بيتقدم لشؤون الطلاب ويتم عملية التسجيل على اكمل وجه. تأتي هذه الجولة في اطار الاستعدادات التي اتخذتها جامعة الاسكندرية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. خلينا بس نعلق سريعا جدا، المشهد اللي احنا شفناه ده مشهد طبيعي ومشهد محترم، رئيس الجامعه رايح بيتكلم مع الطلبه في بدايه العام الدراسي، بيتناقش بقى عن احلامهم، طموحاتهم، رؤيتهم للسنه الجديده، طبعا عكس تماما المشهد اللي احنا شفناه في جامعه القاهره. ومش هعلق اكتر من كده، هنحط نقطه وعايزين نفكر بس في المشهد اللي احنا كلنا شفناه في جامعه القاهره، حاجه كانت جميله الصراحه.